الحقيقة أنا أقول دائما أن الرئيس ترامب كان مثل الحجر، إذا أسقط في المياه الضحلة فهو يحرك المياه الراكدة، وبالتالي هذا الرئيس هو حرك السياسة الأمريكية وأخرج عيوبها وإيجابياتها، وأيضا عرى الديمقراطية الأمريكية، وأيضا أبرز ما تخفيه الديمقراطية تحتها من مشاكل اتضحت في الأيام الماضية من عنصرية ومن أيضا من انقسام حاد. والحقيقة سيكون هذه التركة أمام بايدن تركة صعبة جدا، وقد اتضح ذلك من حديثه عندما قال نريد أن نعيد تماسك المجتمع الأمريكي، نريد أن نعيد اللحمة الأمريكية، أن نعيد بناء ما انقسم. الحقيقة أن ما حصل من ملاسنات ومن مناكفات بين ترامب وبين بايدن كان لأول مرة يعني في التاريخ الحقيقة الأمريكي تتضح هذه المساوئ، وكأن الناخب الأمريكي أمام سيئين، واحد يتهم الآخر بأنه يتلقى أموال من الخارج والثاني يتهرب من الضرائب، وكأنهم أصبحوا سياسة نشر الغسيل الحقيقة على المجتمع الأمريكي. وأيضا رأينا هذه النزعة العنفية التي خرجت إلى الشارع، ولا سيما أن الشعب الأمريكي يمتلك ما يزيد عن 600 مليون قطعة سلاح وهو ضعف عدد السكان. هذه الرسالة ربما كانت مهددة للأمن الإقليمي الداخلي الأمريكي، وأيضا لما يمكن أن تكون قنبلة موقوتة. يتحدث كثير من المنظرين أن أمريكا قد تنزلق في يوم من الأيام إلى حرب أهلية لإبراز أو إلى الفصل حقيقة ما بين هذه التنازعات التي بقيت تحت الرماد لعشرات السنوات. ما يتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وفي المملكة العربية السعودية، أنا أقول المملكة العربية السعودية الحقيقة تعاملت منذ 75 سنة، ونبدأ من عام 1945 عندما التقى الملك عبد العزيز مع روزفلت. منذ ذلك الوقت حكم أمريكا رؤساء ديمقراطيين ورؤساء جمهوريين. ذهبت كل هذه الإدارات وبقيت المملكة العربية السعودية. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي هناك مطبخ سياسي، والهامش المعطى للرئيس يستطيع أن يتحرك فيه في حدود، سواء كان جمهوري أو كان ديمقراطي، يستطيع أن يتحرك في حدود، ولكنه لا يستطيع أن يقفز على الثوابت الأمريكية. العلاقة مع دول الخليج، العلاقة مع المملكة العربية السعودية هي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية علاقة استراتيجية. لا يمكن أن يأتي رئيس أمريكي سواء جمهوري أو ديمقراطي ويستطيع أن ينسف هذه العلاقات أو يذهب إلى محور آخر. هناك نوع من التجاذب، حصل نوع من الفتور في عهد أوباما، أوقفت بعض الصفقات على المملكة العربية السعودية، وذهبت المملكة العربية السعودية بكل بساطة لتشتري الطائرات التورنيدو من بريطانيا والإيروفايتر من فرنسا، وذهبت وكادت أن تشتري منظومة الاس 400 من روسيا، وذهبت إلى الصين. هذه الحقيقة الحرية للقرار السعودي هو الذي يجعل هناك علاقة تقوم على الشراكة وليس على التبعية. أيضا بالنسبة لدول الخليج مثل دولة الكويت، مثل دولة الإمارات، هذه الحقيقة هناك مساحة من العمل الندي، وهو العمل القيادة مع القيادة. هناك أيضا بعض القيادات الأمريكية، وربما سواء كان من الجمهوريين أو من الديمقراطيين، حصل هناك خلاف سواء كان مع بوش أو كان مع كارتر أو مع كلينتون أو مع أوباما أو أيضا مع ترامب. لم عندما طب أو أعطيت أو اعترف ترامب بالقدس عاصمة لفلسطين، في نفس الوقت المملكة العربية السعودية نددت في هذا القرار، وأعلنت من قمة الظهران التي أسماها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قمة القدس. فليسنا دائما سمع على عسل سواء كان مع الجمهوريين أو مع الديمقراطيين، تحكمنا المصالح المشتركة. والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها تدرك تماما ثقل المملكة العربية السعودية وثقل دول الخليج العربي، سواء على الصعيد يعني الأمن دكتور. الاستراتيجي وعلى الصعيد الأمن الاقتصادي وعلى نعم. أيضا العائد. كلمة أخيرة، فضل. بايدن الآن وهو يريد أن يصلح الداخل لن يذهب إلا أو لن يذهب إلى توتير العلاقة مع دول الخليج، وهو يحتاج إلى هذه الشراكات وهذه الاستثمارات التي هو يحتاجها، ووعد بها الناخب الأمريكي لإنقاذ الاقتصاد وإنقاذ أيضا الاستثمارات وأيضا تحريك عجلة الاقتصاد. سؤالك الثاني، لماذا تأخر
التهنئة، لا أعتقد أن هناك تأخير. ربما كلما شاهدنا ما شابه هذه الانتخابات من عدم وضوح واعتراضات تزوير. وذهاب إلى القضاء وذهاب إلى الحسم، هذه الحقيقة المملكة دائما تتعقل دائما في مثل هذه الأمور. وعندما اتضحت الأمور وحصل هناك إجماع أمريكي وأعلنت النتيجة بشكل واضح لا لبس فيه، المملكة العربية السعودية قدمت التهنئة للسيد جو بايدن. نعم.